الله يحموني، ولكن لعبوا على بنيته ورجع الله ولينا ولينا كنبحوا واحد. ما بقاش كما كاين الهدف الثاني، الهدف الثاني ديال الجزائر، ما بقاش كنوصلوا للجزائر. ها باش هنا هادشي 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 ماشي عيب، هادشي ماشي عيب نقولوه باش الناس ما يقولوش راه كتشوش ولا ليت المقابله، كتعرف الناس عز عليهم هاد الهضره هادي. حنا تندوف واقع ديال الفرقه باش نصلحوها للمستقبل ماشي على مقابله. دونك الا كانت الفرقه الا الفرقه عندها هاد العجز هذا، فخصنا نجلسوا الله نشوفوا هاد المشكل منين جاي. هاد المشكل منين جاي؟ جاي من لو سيستيم دو جو، لو سيستيم المدرب تيقول لهم ما كاو الاول تيقول لهم رجعوا الله صافي خصنا. هذا هو هذا اش ما كان مراكش. السي يوسف ولينا كنكونوا غير لاعبين ديكا، ماشي ديما كنكونوهم، غير مره مره كيطلع لك شي واحد ولا جوج، مابقاش كيطلع لك. رانا جينا نشوفوا من البروموسيون ديال الفتاح وكل حاجه ومتولي وحقي، هذيك هي الفار اللي كنطلعوا فيها واحد خمسه ولا سته بقاو عايشين حتى لدابا، والصالحي والدراري. راه ما بقناش طلعنا شي فار، ولينا كنتسناو واحد بحال الرحيمي درنا عليه ضجه، والرحيمي باش مدرسه الراجل يلاه تخرج لك رحيمي. مع الاسف 50 سنوات يلاه كنخرج شي اللي كاين شي واخا. شكرا خويا كنشكرك. مرحبا مرحبا شكرا. انا كان مدرب ديال المنتخبات واول جديد عنده فرقه يعطيوه لينا حنا يجرب فينا 16 والله ما عرفتش. ويدير الله خير. يلا داكور تبارك الله عليك، عانك الله، كنشكرك على الدخول ديالك، فرصه سعيده. تبارك الله عليك خويا، تبارك الله عليك. السلام عليكم. الوغ شكون هذا في الاخوان اللي اتصل قبيله؟ اللي هو هذا السيد. اها مرحبا. الشابي وسعادة بوشة بإضافة لطاقمهم خير خلاف لي في الموت. خويا الشابي صافي فات وقتو، الشابي صافي صيفطناه. علاش صيفطنا الشابي دابا بلاتي؟ خصنا ندوي على هاد النقطة. الشابي الشابي سيفغي أنه ظلمناه مشى صيفطناه، ولكن واش كظن بأنه المكتب المسير غيبغي دابا عارف راسو خطا غيرجع يبوس ليه راسو ويقول ليه رجع؟ صافي دازت مرحلة ومشات. دابا عطينا شي مدرب آخر الله يحميه. ألو هاك السلام سيدي. مراد من سطات. غير ما قيدتش الاسم اسمح لي. مرحبا انا دابا اخويا مراد. مراد وي وراه ناقص. سي فغي راه ناقص. ايوا نتمنوا من الله يدير خير، حنا بغينا الفرقه ديالنا تدوز. اما هو خاص المكتب يقتنع ويصيفطوا. حنا بغينا فرقتنا ان شاء الله تربح الماتش الجاي باش ان شاء الله تقوي الحظوظ ديالها في 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 المرور الدور الدور الموال. غيلعبوا جداد ما عدا سميتو، ما عدا بطبيعه الحال اللاعب اللي هو اللي جابوه من 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 بلجيكا ولا ما عرفت منين جا هذاك، وسميتو الكون الجزائري، والولد اللي هو اريان دروا اللي هو بداوي، هادو كلهم ما مأهلينش هاد الساعه. لا ما مأهلينش في البطوله. علاش؟ لانه قال لك الرجاء كيخصها تنقص من اللائحه ديالها ثلاث لاعبين. زعما قيدات فات 30 اللي عاطينك الحق فيها، 30 لعاب في لا ليست. الرجاء عندها 33، قالوا نقصوا ثلاثه من اللعابه القدام، ما نقصوا ما تنقصوش من لي جون باش واخده، ولاو يدخلوا فينا حتى شكون اللي غيخصو ينقص. عاد قال راه كتعرف. واخا شكرا تبارك الله. الله وي لا ناقص بزاف ماشي شويه. وي بصح صح واخا. لا ما كاين والو، داكشي النظري، راه فرق ما بين النظري وما بين حقيقه الملعب. شكرا خويا كنشكرك،
كنشكرك، تحياتي لك، فرصة سعيدة سي مراد، تبارك الله عليك خويا، الله يعاونك خويا، سلام، سلام أخويا، سلام. الو، السلام عليكم. عليكم السلام سيدي، مرحبا. نعم سيدي، مرحبا. شكون معايا اخويا؟ شكون معايا؟ محمد حسين من بلجيكا. محمد حسيني. حسيني، مرحبا سي حسيني، تفضل خويا، اش بغيتي تقول لينا؟ تفضل. انا بغيت نهضر على المدرب ناجي. اه بلجيكا ما عرفنيش كيفاش داير. واحد السيد من بلجيكا كنهضر معانا، قال لك هنا ما كيحملوهش في بلجيكا. باش يحملوه ما يعرف، ما يعترفش به. لا ما اعترفينش بك، علاه بغى يبغي يشد ستوندار ما عطاوهاش ليه. وايه ما بغاش المغرب ديالنا هو هذا. اه شوف نصيبها. عقدة الإدارة ديالنا. عندنا عقدة الأجنبي ياك. لا هي اللي كاينة عندنا. الله يرحمك. ديما كيبان لنا الأجنبي راه قاري. راه واعر. هادشي اللي كاين، عندنا حنا مكلفين، عندنا الاوتور، عندنا المغربيه حتى من دوك الناس. وياه وياه. ودابا سبعة المدربين الرجاويين كيدربوا في المغرب. عندنا الاعلامي، عندنا فخير، عندنا الفريندو، عندنا كل شيء. كلهم داروا لنا نتائج مزيانه. وياه. عبد المحفوظ بايرنا الله. ونتمنوا من الله، نتمنوا من الله انه يراجع هاد المسائل ويصلح هاد الخطا، راه خطا كبير هذا دايرو، خصو يخصو 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 يصحو. ضروري. لا والله يحفظنا. تبارك الله عليك اخويا، اعانك الله، فرصه سعيده. الله ديما خضرا، تبارك الله عليك اخويا، تبارك الله. السلام سيدي، صحيح كلشي بخير؟ عفوا سعليك. يمكن لك تقول لي الاسم اذا جات على خاطرك؟ الله يحفظك. ماركوني ماركوني بواد القيصر. نعم اخويا. ماركوني ماركوني بواد القيصر. ماركوني. اييه. الاسم ديالك ماركوني. وانا كنيه ماركوني. الكنيه ماركوني، قول لي قول لي السميه، السميه ديالك. سميه بوزيت. بوزيت. اييه. بوزيت. بوزيت منين قلتي لي؟ منين؟ منين؟ من فقير وصالح. مرحبا بالرجاويين، فين ما كانوا. مرحبا خويا، اش يمكن لك تقول لينا اليوم؟ اش مقلف؟ اش بغيت تقول لنا؟ المدرب راه انا ما بغيتش نقعد ساعه، مرحبا بالمدربين، كيفاش مع السي محمود حيدنا المدرب؟ ولكن الحمد لله المدربين في المغرب راه كاين عموده، كاين حد في قطر، فغير هذا ما يقاش. وياه 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 وياه، كيبان الفرقة ما تقدمش معاه، ما غاتزيدش معاه قدام. واحد الاخ، واحد الاخ سميتو سيمو، قال لك شكون المدرب اللي كتقترح انت يا ناسيك؟ انا بالنسبه لي عموت، انا عموت. شوف بغيت تخدم ان بروجي، بغيت تخدم ان بروجي خاصك تبني على الصح، بغيتي الصح نصر صح، ديك الدار البيضه صحيحه بغيت تبني عليها، راه هي عموت. حيت عموته علاش؟ عموته فيه بزاف المزايا، سي فغي عموته راه ماشي هو المدرب اللي يصلح للراجل من ناحية التكتيكية، علاش؟ لأن هو راه ما عندوش مع اللعب القصير بزاف، تيبغي يلعب يوصل الكاري بواحد السرعة، هذي كاينة، ولكن اللعاب هذا الراجل كيقدروا يتأدبطوا، كيقدروا يتأدبطوا، راه لعبوا مع كاليدو، كاليدو ما عندوش مع التيكي تاك، عنده مع كوا كيبغي هو يوصل، وتأدبطوا معاه وداروا معاه نتائج مزيانة، وكذلك بنزرتي. بنزرتي تا هو ما عندوش مع كره قصيره بزاف، تيبغي يلعب كره بواحد السرعه يمشي للهجوم، دونك وتادابطاو معاه وداو معاه نتائج كبيره كاس العالم، دونك اللاعب الرجاوي بالطبيعه ديالو كيمكن يتادابطا مع اي سيستيم دو جو، ماشي مشكل، ولكن خص المدرب يكون عنده سيستيم، عنده افكار واضحين في التيران، تيبان لي كل واحد فين يوقف، وتيبان لي لي كومبينيزون خصو يكونوا باش نوصلوا للهجوم، فانا بالنسبه لي انا المدرب اللي هو سميتو عموته، مدرب اللي هو عنده ان بروجي دو جو، تيعرف يحطو في التيران، تيعرف كيفاش يأديري الجروب، كيفرض لا ديسيبلين، عنده مع سيد مثقف قاري، الطريقة باش كيهضر، راك شتوه المدرب الوحيد في المغرب اللي زعم
يدرس الصحافه يقول لي مهضروا معنا بالعربيه لغه القران. كاين شي مغربي اللي يقول الله ما كاين، هو الوحيد اللي قالها. يعني حيت ديك الشخصيه وديك الكاريزما ديال هذاك السيد زعما تثير اعجابي. هذا زياده راه الالقاب، راك شفتوا اللقب المدرب الوحيد من المغرب اللي في العصبه راه هو عموته. دونك هنا كيبان لك انه المدرب يعني عنده ما يعطي، وزياده على دليل على الكفاءه ديال عموته هو انه شوفوا شحال السنين اللي دوز في الخليج كمدرب، راه اكثر من 6 سنين تقريبا هو مدرب في الخليج، راه ما بغاش يطلقوه، راه بزز باش جا فحال. دونك هنا كتبان لك هذا بغيت تبني بروجي بني على عموته وزيد قدام توكل على الله وشوف الا كانت الكلفه ولا هذه. تنظن عموته حتى هو ما نساوش واحد القضيه، عموته حاليا راه هو في حاجه الى اعاده بناء اسمه، لانه حتى هو عاش الضغط ديال الاقصاء. اذا ما كانش هو شي فرقه اللي هي عالميه اللي تردو حتى هو للواجهه. فكنتمنى انه المكتب يخدم مزيان في هذا الاتجاه هذا. ولكن خصنا هذا الماتش ديال غدا والماتش ديال الجمعه كيخصنا ما نبدلوش المدرب، خصنا نخليوه لان هاد الماتشات قراب بزاف ما يمكنش تتغامر. ولكن ابارتي بعد الماتش ديال الصيف راه كيخص يمشي بحالو هذاك السيد، راه زعما ما عنده ما يضيف الاخر. الله يهديه السي محفوظ ما يخليش لينا هذا، ما عنده لا علاقه لا بالتدريب. هادشي اللي كاين هادشي. شوف واحد الاخ كان تجاوبوا مع الاخوان، اسمح لي انا قاطعتك. واحد الاخ قال لك اودي، قال لك سميتو، قال لك السي عادل، قال لك السلامي لا ماشي عادل، هذا حسن، قال لك احسن مدرب في نظري هو الحيمن ولد المدرسه. انا نعطيك واحد القضيه، انا نقول لك علاش ما متفقش معك على الحيمن. الحيمن مدرب مزيان، ما عندي ما نقول، تبارك الله عليه، غادي بالزمان غادي بالسوالم مزيان. ولكن حنا راجع كراجع اللي عندها كاريزما كبيره، الرجاء ما محتاجاش المدرب فقط اللي عنده مع التكتيك ومع التقنيه، محتاجه كذلك المدرب اللي عنده الكاريزما، عنده الشخصيه. يعني انا نقول لك واحد المثال، لنفرض دابا حاليا طيرت في الموت وجبت جبت الحيمان وحطيته، والحيمان تلقاته ليا السوالم ما كاين حتى مشكل، وجبته دابا مدرب. ياك اش غادي يوقع؟ دابا تصور دابا الحيمان واقف مع متولي، واش الحين راه يقدر يعطي اوامر لميتولي ويقول لي لا صاحبي ما توقفش تما، قلت لك اجي هنا الله يخليك، ها فين خصك توقف، ها اللي خصك دير، ما ديرش هذيك، ما يقدرش لانه مساله كاريزما مع كاريزما. ملي كتكون جوج كاريزمات وحده كتحشم من الاخرى، حنا ما بغيناش ذاك المدرب اللي كيحشم شي واحد، حنا بغينا مدرب عنده شخصيه ويفرض شخصيته على الجميع. عموته سي لوم دو لا سيتياسيون باختصار كامل. صافي كده السيد هو. صح.